الفيدرالية، شايف ان هم ممكن ينافسوا على نهاية الكونفدرالية ولا لا؟ ممكن جدا. ولو اتقابلوا مين الافضل، او شايف مين اللي ممكن يفوز؟ لو اتقابلوا اللي شايف ممكن يفوز الاهلي. يعني الاهلي، هقول لك ليه. الاهلي راكب بقاله 10 سنين على الزمالك، لغايه درجه ان الماتش الاخير اللي الزمالك ما كانش موجود. فمن منطلق اللي بيحصل السنين اللي فاتت نقول الاهلي، لكن هل الاضافات اللي جات للزمالك هتفرق ولا الاضافات الاهلي هتفرق؟ الفرقتين فرقتين جامدين.